السلام عليكم. اليوم في إطار أنغيشير أن فوكابيلار كنقدم لكم كالعادة 3 فيرب 3 نو أي 3 أدجكتيف 3 زاد فيرب. ألوغ لي فيرب ديال اليوم هما لو فيرب فولوار أريد أنا أريد مثلا لو فيرب بوفوار نقدر أستطيع لو فيرب دوفوار يجب خاصني جو دوا ريوسير خاصني ننجح مثلا الاسم الفولوار لا فولونتي الاراده من بوفوار لو بوفوار الاستطاعه وكاين واحد المرات اخر بعض المرات البوفوار نستعملوه في الحكم اللي كيكون عنده الحكم ولا شي حاجه البوفوار دوفوار جا منو لو دوفوار اللي هو الواجب جو دوا خاصني ندير ديك الحاجه الواجب هو لو دوفوار دايرا كاين الواجبات المنزليه في التلفزيون عطيتكم واحد المثال زوين من الافعال فولوار وبوفوار Si on veut, on peut. Si on veut, on peut. إذا أردنا نستطيع. هذا مثل معروف في اللغة عند لي فرانكوفون عند الفرنسيين والذين يتكلمون اللغة الفرنسية بصفة عامة لي فرانكوفون كيقول هذا المثل اللي كيبغي يحفزك تيقول لك si on veut, on peut. إذا بغيت نقدر. دونك le verbe vouloir, je veux, tu veux, il veut في présent. La volonté, il y a الاسم ديال الفعل. Le pouvoir, le devoir. Mais ça, c'est la si on veut. Principalement, les adjectifs, les mots qui sont déterminés, je suis déterminé pour faire avec le Ou la flène, il est déterminé, ou la flène, ça fait, il est déterminé, mais je ne pas je suis déterminé. Je suis déterminé pour faire avec le hasard. Je suis déterminé pour faire Ensuite, dynamique, il est très dynamique, nachid, ou adik, tcharrak, ou adik. Adik, kul ha, des adjectifs, les kentmenaj, kumpikum. Ou l'optimiste, ou l'insan, l'azi, l'ay as, l'insan, mutafa'il. Fa, bad, nisba, les kum, kal gul, je suis déterminé pour réussir, mathalan, le défi de parler et d'écrire le français correctement, alash la. انا ديترميني مقرر مصر ناصي ما نتراجعش في انني نتمكن من ليكريتور الكتابه والكلام بفصاحه بهذه اللغه وبلغه اخرى ان شاء الله اوبتيميست انا متفائل pour ce qui est de ma réussite فيما يخص نجاحي انا متفائل je suis optimiste بعد لي زادفيرب قلت لكم تالمون pourtant certainement alors tellement c'est un adverbe de quantité يعني القدر تقول جي تالمون بزوان دو توا واحد الانسان تقول انا محتاج ليك بزاف جام تالمون باغ اكزومبل ديك الحاجه ولا ديك الانسانه ولا ذاك الانسان اشتقتو كتقول واحد الانسان ولا انسانه تقول له تي مي مونك تالمون اشتقت ليك بزاف بورتون ديال لا ليزون الربط نتوما محتاجين كلمات ربط وانا عطيتكم شي حاجه وغنبقى نعطيكم مع وقت باش نوصلوا للكتابه والكتابه اللي تمكنتي من الكتابه راه الهضره تجيك سهله مع النصائح اللي عطيتك لا تذكروني عطيتكم باش تهضر بزاف قدام المرايه وكذا دونك بورتون هي مثلا تعطي تتربط ما بين فكرتين او جملتين مثلا كتقول له فلان مثلا محسن ما تقول لي تري بيان جوي بورتون الى il a raté son penalty مثلا لعب مزيان ولكن زقل بينالتي او تقول il a bien préparé pourtant son résultat n'était pas satisfaisant حضر مزيان ولكن داك النتيجه ديالو ما كانتش مرضيه certainement كتجيب l'affirmation يعني تاكيد تقول مثلا يسولك شي حد ولا تقول له certainement يعني أكيد. Voilà donc هادو هما الفوكابولير اللي عطيتكم اليوم نقرا نقطة نقطة يحمل الواد نبلي باسا اللي بغاها كاع خلاها كاع سير غير بشوية وتمعن في لي كونساي اللي كنعطيك راه عندكم لا شونس دافواغ ان بروف اي ان كوتش على فوا جوج ميزات زوينين كيعلمك وكيكوتشيك دونك بروفيتو شوية من هاد لوكازيون اليوم الدرس كان خفيف بزاف بغيت نحضركم شويه ندعمكم شويه الكلمات وشويه دادي ونذكركم في لا كونجيغيزون لا كونستركسيون دو لا فراز باش تقدر يعني وليت تكتب اون اكسبريسيون اكريت يعني ما عندكش هادو
ما تكتب والو، ما يجيبك شي صعيب، رغم انني في الحصه ديال الاكسبريشن كريتيف بديت معاكم بالمقدمه وسكت، لان المقدمه بغيت نوريكم واحد لاستيس، واحد الحيله انك تقدر تكتبها من السؤال ودايزه حلاله طيبه. من بعد غادي نوجدكم شويه وندوزو للديفلوبمون ديال النص ولا كونكليزيون، وبهذا الشكل اللي تبعني ومشى معايا مزيان راه ما غاديش يلقى صعوبه ان شاء الله في امتحان البكالوريا. وقبل الامتحان غادي نديرو بزاف ديال الامتحانات التجريبيه مع بعض. هذا اذا كنتم باغين، انا في انتظاركم في التعليقات. امسيه سعيده والى القريب العاجل ان شاء الله.